بسم الله الحمد لله ثناء ولله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وحن كجرني أسبابها زندة كينتها سببها فضودية زندة عشر كاسبة ينو سعودي سادسا تلحاد زندة فضودية انتشار فافد وي آلات اللهوي قلب كاللهوية وميوسي كده يوحاسي أو بطا waxay dhiirigeliyaan zinada kuwaas wal fasad iyo fasad fil buyuti guriyaha dhexdooda ayaa markaas keenay fil qinaa wa heesuhu huwa isagu bariidul zina bariid waa fariintii az zina zinada fariintii daweeyay waxa kala wal aflaam iyo filinimada al khali'ati isdiidiya kala dad nin naag ninkeedi ka fakatay tilmaamaya al aflaam al khali'awi التي تاسو تحكي ولبا كشي كينيسا الغرام جعيل بين الرجل والمرأة نينك إيا ناكتا دح مرايا ويدي ريقل ينزينة كواسنا كواسو عبر سو مرايا القنوات الفضائية الفاضحة القنوات جان اللضا الفضائية فضائقة الفاضحة فضائحة ميلان أوي فضائية دوا كواسة اللايت كوي أو آماسي laga arkayo al mawaaqic al ibaahiya mowqiciyada ama meelaha al ibaahiya filinada ibaahiga ah dad kuwa qaqaawaniyo waxyaabaha zinada la soo bandhigayo weey aflaam al ibaahiya al mawaaqic al ibaahiya raa hawe mowqiciyada ama maxaan kula websaydiyada al ibaahiyati de waxa u sameysan zinada ee fil internet internetka laga daalacanayo kowaasina way dhirigeliyaan zinada oo qofki dhanyarada waxa markuu daawado uu ku dhirinayaa weey uu ka bartay ba la oranaya aw amase laga daalacdo maqaadicil bluetooth bluetoothka maxaan kula maqdacyadiisa kilibyada bluetoothka allati asaa xumaynaya isticmaalaha adeegsigiisu bacda shabaab dhalinyarada qaar ay xumaynayaan oo biinayaan wasaara wuxun wasaaru waxay noqonayaan kolkaasi kuwaaso bluetoothka soo ha la isku gudgudbinayo wasaaru waxay noqonayaa tadaawulina kuwa isku gudgudbinaya fiha bluetoothka dhexdiisa aswar sawir al aariya taqawan kullu dalika waxa soo dhani mimma wixii weey yadcu ku baaqaya ilal faahisha xumaan ku baaqaya weey qala taala rabbi wa hawli innal ladina kuwa yuhibbuna jacal an tashi'a inay faafto al faahisha xumaanta iyo zinadu inay faafto jacal في الذين كوي كفافتا آمنوا إيمانك لها كواس اللهم وحليهين عذاب عليم عذاب كله في الدنيا الدنيا دا إيوال آخر الله وضبع والله إلهنا يعلم وقهي وح وأنتم منكم الله تعلمون موقهي سابعا تتضبط أي يدنا فضيس الزندة أما سببتا انحراف لا حشوي بعد الرجال رقى قاركود اللوحدان ay leexdan ay xalaashoodi kan leexdan wa khiyaanatuhum ya khiyaanada ay u keenan ku keenan li zawjatihim haweenkooda bi mu'asharati xiriir alla yeeshaan an nisaa ila jannibiyat haween kale ajnabiga xiriir ay la yeeshaan ala ghayri alwajhi alshar'iyya ay kula yeeshaan wajhigi sharciga ahaa la anti fayakunu kaasi wuxuu noqonaya fayakunu hada kaasi wuxuu noqonaya mudaa'atun ku u yeeraya oo keenaya لأن تقابل الزوجته زوجته ما حاسكين أي كقابشة يدنك جوابته زوجها نكا جوابته بمثل ما وحي قابلها به وكقابل إساق وحلمده وعي يدنا فوفتد دي كل خاصي ديدنا تاسنا وفضل يساوي وسائل هببك هاتبا الوقاية من الزنا هببك الله إساق إلا لنا إيو أما وحيابا الله إساق إلا لنا الزنا ده وإذا كان الإسلام إسلام هم ركوا هذا قد حرم الزنا الزنا مد حرام تنمية مركو إسلام قاها هذا فقد وضع وحو ديقاي للفرد قفك وحو ديقاي وسمي وللجماعة المؤمنة هي جماعة مؤمنين تقى منهاجا منهج وقائيا منهج إسكاق إلاليان أي حمانتا إسكاق إلاليان كاسو وو ديقاي للحيل ولا تينو كان رحكا لكو جوكسو دون الوقوع فيه كود عدي فيه الزنا وكود عيي مركاسي أي سيقول قدبان فأمر الله إلى كو تكوات فأمر الله إلى يوحى أمري المرأة قبرة بالستري ستري أسطرات بو أمري وعدم إبداء إيينا لموجن زينتها قرح ديدة
أمام الرجال رق هرتودة رقي على جانبي دي قدينك أها وحوي تاسوا وصيلة أما هب زينة اللوغة فقاده. قال تعالى لا يحل يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي وإلهيلي نبي الله قل ده لأزواجك هوينك هاقا والشيك وبناتك إياه بلا هاقا والنساء المؤمنين إياه وينك مؤمنين تا يدنين هكو سيدايين عليهن كور كودة من جلابي بهن جلباب كودة ذلك سدا سا ادنا او غدو ان يعرفنا ان لا غرتو او فلا يودينا ان لا ديبن او كو قلبيغو مرض كيهي انا ديبن ان كسو ديرن حشمت باي مركا لو موجنيه وكان الله غفور رحيما الهنا وحا هذا غفورا دم بدافع رحيما نحرس بدنا طلبات اي زينه لا اسغا الىلين كرو لا اسغا فوغين كرو وحا وي ثانيا وأمر المؤمنين مؤمنين توحوا إلهي أمري والمؤمنات يا مؤمنات كهوينك بغض البصر إن داهو يسرقان فقال وحاولي قل للمؤمنين قل أشيك يا النبي الله محمد قل أشيك للمؤمنين مؤمنين تا يغضوا هو سرقان من أبصارهم إن دهوده ويحفظوا حفظين فروجهم إبهودنا حفظانه ذلك سدا سبا ازكاء النظيفا لهم يجا ان الله لا خبير كي اوغوي بما وحي يصنعون اي سمينيان اخي يا باكي اوغوي رب سبحانه وتعالى ثالثا تصدحات وامر روح امري بالاستئذان بو امري اوغولان شطلب في دخول الجليده غريها لغليو وهو وحوي من اجل الاداب ادب تتوي وي التي جاء بها الإسلام إسلام كل يمد في نظام العلاقات نظام كحرير كبلشدة آدابت وين ولا يمد به مركا قفك ومركا وجوري تجيه وقال يا إنه قرا عوي استئذان ويدست أقراش أنت واحد لقف وانا يا ده هواين كي يطعن أو يصدح ديك تاين ويستول تاجو أو مركا محاسين تودي موجسنت هاي إنه يستول تاجا لقى بقية ساس أوجد سأودي أرجروبة إلى رأس وصع الله هذا وين نص عني؟ قال الله تعالى ربي وحولي يا أيها الذين آمنوا كوي إيمان كلا هايو مؤمنين تيو لا تدخلوا هجرينا بيوتا جريو غير بيوتكم جريه نانا هين حتى إلى يو تستأنسوا أي تستأذنوه قد إذا طلبتان أقران شطلبتان وتسلموا أصلانتان على أهل هدد كذا ذلكم سدا سبا خير لكم دين خير بدن لعلكم تذكرون إن الحصوص ناتان وي مركا وأنها وحنا هي شرعه عن الخلوة خلوة إدليسها أو نينجيانا أو جبرجيانا لا إدليستوي سدا سلوهر جوك سدو لدريعة سوچيدشو حمام دمركا إن لغو سعودين حمام كوچيدو وقد عن يقول لشبهة شبهه يشك مركاسي سلوغويو ودر أن إيه إسهرتاك لأسباب الوقوع سببه اللوغود عيي في الزنا الزنا اللوغود عيي سببه اللوغود عيي مركا لإسهرتاك أيوي لما ثبت واحد سقناضي في الحديث حديث كسقناضي فعن عقبة بن عامر وحلقوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي با قال يلي إياكم إذنك إيوه وحن إذنك للدقاء إيوه والدخول قليد على النصائح وإن كان يدوك شامبان إذنك للدقاء فقال الرجل نبا يلي نكون من الأنصار أنصار كم إذا يلي يا رسول الله رسول إله يو أفرأيت الحموة دماشيك كورن قال وحو النبي عليه الصلاة والسلام الحمو الموت دماشيك وابد دمش قضبك أفراد ee markaas ee zinada lagaga gaashaan karo wa amar islaam islaamku wuxuu amray qeyril qadirina kuwa aan kareynin ala zawaaji guur kareynin bil isticfaaf dhowr sonaad wa sabri iyo sabriyad kaysi aya kuunu waxa noqonaya taasina bil ishtigaal ina ku shaqloomaan bis salihati wanaagyalka min al-a'maali amalaa amalada wanaagsan wa mulaazamati dhikri iyo dhikriga inay laazimaan joogteeyaan وقرات القرآن يخرس كقرآنك مركا كاسا يكون مشغولا يان ويحيي كلمة مركا إلوسينية خامسا تشنات ودعاوي حكوب باقي إسلامكو إلى الإكثار
batasho min asiyaami soomka in la batsado fajacalahu wuxuu ka yeelay uu ka dhigay min acdami wasaa'il min acdami alwasaa'il alwiqaa'iya is-ilaalinta wasiilooyinkiisa wasiilooyinka ama hawkaata ugu weyn buu ka dhigay limaa lahu wuxuu leeyahay soonkuye daraaddiid min atharin facaal saameyn xoog le ah calaa nafsi nafta uu ku leeyahay fii kabxi jebinta jimaaxi shahwaat madax jebinta ashahwaat shahwaatku madax jebinayo iyagoo tahdi'ati dejinta hayjaan kicidda algariisati aljinsiya gariisadii aljinsiyada xagga ahayd ee hemada ahayd gariisadu markaa waxa weytii abuurkii dee ahaa ma garanaysaa hemada asaliga ahaa kicideeda oo u jebinayo khaasatan gaar ahaan cinda ficatin shabaab gruubkaa shabaabka ah dhallinyarada ah gaar ahaan qoladaasi waayahay xaysumaa tatahayau lahum asbaab asiwaaj ilaa iyo markaasi tatahayau lahum ay u fududaanayso ay diyaar u noqonayso asbaab asiwaaj sababaha guurku fayugniihum ullahu ilaahayna qani yeelaya min fadlii fadligiisa ku qani yeelayo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wastacfif ha dhowrsoonaadaan alladiina kuwa laa yajiduuna an helaya nin nikaaxan guur yacni kharashkiisii xataa yugniihim ullaahu min fadlihi ilaahyo ilaahay qani yeelayo oo uu siinayo min fadli fadligiisa ku qani yeelayo wa fi lxadiis xadiiska waxaa ku jirta wa fi lxadiis xadiis meena xadiis waxa uu yidhi qaala wuxuu yidhi rasuulullahi sala allahu calayi wasalam yaa macshara shabaab dhallinyaroy man istadaaca qofka kara minkum idinka idinka mida albaa'ata kharash kara falyatazawaj ha guursado fainahu aqadu lilbasar fainahu guurkaasaa aqadu u rogid badan lilbasar indhah wa axsanu u dhowrsoonaan badan lilfarji ibtana waman lam yajid qofka aan helin fa calayhi waxa saaran bisowm soom baa saaran ha soomo fainahu lahu wuxuu u yahay soomkaasi wijaa-un baraq jabin buu u yahay ama qooq jabin buu u yahay weeye akhraja ulbukhaari baa wariyey wa muslim wanasa'i baa wariyey wa abu daa-uud wa tirmidi halkaasuu inoogu joogaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu